يعني مما لا شك فيه أن تغير المناخ بيمثل تهديد كبير قوي للعديد من الدول اللي فيها جزر، يعني دي حاجة كلنا عارفينها، بالذات أي دولة ساحلية أو أي مدينة ساحلية تغير المناخ بيأثر عليها بشكل مباشر، والدول دي بتبقى عبارة عن جزر صغيرة أو مجموعات من الجزر. التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة خلال منتدى جزر المحيط الهادئ كشف أن في 7 جزر معرضة للاختفاء بسبب ارتفاع منسوب البحر. يعني دي من الأخبار التعيسة جدا. طبعا الموضوع يخوف أصلا، يعني لما تيجي تفكري في الموضوع كده جزيرة بتختفي تماما، لكن عايزين نعرف حقيقة هذا الأمر. هل بالفعل من الممكن أنه يكون في جزر تغرق بالكامل لو استمر هذا الوضع عليه من التطرف المناخي زي ما بنقول؟ عايزين نعرف تفاصيل أكتر. هيكون معنا دلوقتي الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ. دكتور صباح الخير يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. الساده المشاهدين الكرام اهلا بيك. يا اهلا بحضرتك. هل بالفعل من الممكن ان تختفي جزر؟ بالفعل ممكن ان تختفي جزر بالفعل، وخاصه ان كل الدراسات اللي بتاكدها اللي احنا عملناها واللي اتعملت على مستوى العالم والهيئه الحكوميه الدوليه المعنيه بتغير المناخ بتقول ان مستويات البحر سوف تزيد تقريبا من 40 سنتي الى 50 سنتي واكثر بحلول 2100. ده معناه انه ده على مستوى العالم سواء كانت الجزر او بعض المناطق الشاطئيه هتؤدي الى اكثر من تشريد 250 مليون شخص من المدن الساحليه والجزر. ويمكن اكدت ده بعض الدراسات اللي منشوره في مجلات دوليه زي نيتشر كوميونيكيشن وغيرها، لانه في بعض الجزر حضرتك يمكن جزر المالديف على سبيل المثال ارتفاعها لا يزيد اكثر من متر واحد فوق سطح البحر. فتخيل لو زاد البحر نص متر فالجزيره دي نصها يختفي تماما، مش هيبقى فيه سكان فيها لانها تغرق. وهكذا ايضا جزر كثيره نتيجه ارتفاع درجات الحراره ونتيجه زياده كميه الميه. كميه الميه اللي هتزيد بتيجي بسببين، بسبب انصهار الجليد اللي موجود في القطبين هيزود كميه الميه. ده بالاضافه ان درجات الحراره بتؤدي الى تمدد الميه نفسها، وبالتالي هيبقى زياده كميه الميه وارتفاعها على الشاطئ بسبب زياده الانصهار وايضا زياده درجات الحراره اللي بتؤدي الى تمدد الميه، وبالتالي بالفعل يمكن ان يحدث هذا الحدث بالفعل. طيب يعني خبر طبعا حزين جدا لانه في جزر هي جنه على الارض فعلا. فعايز اعرف من حضرتك هل النهارده مين اكثر عرضه لده؟ الدول اللي يعني على سواحل الاوشن او المحيطات ولا البحار ولا الاثنين؟ يعني عايز اعرف مين هنا اكثر عرضه لده؟ الاكثر عرضه الجزر اللي موجوده خاصه في المحيط الهادي. يعني مثلا عندنا جزيره توفالو في المحيط الهادي، عندنا جزر مارشال، عندنا برونيزا الفرنسيه، كالدونيا، كل دي اشياء خاصه بالمحيط الهادي. فهو الاكثر تاثرا هتبقى الجزر اللي هي موجوده في المحيط الهادي، يليها المناطق الساحليه اللي هي موجوده على الشواطئ زي نيويورك، هولندا، كل المناطق الشاطئيه. بس ده يختلف التاثير حسب بعد بدايه البنيان او العمران عن الشاطئ. لو كان البنيان او البنيه التحتيه تبدا قريبه من الشاطئ هتتاثر بشكل كبير، لو كانت بعيده عن الشاطئ ممكن يكون التاثير على المدى البعيد. انا عندي بس سؤال تاني، عشان بعض الناس يا فندم بيروحوا الجزر، بعض الجزر دي بالذات طبعا المالديفز، ناس كتير قوي لو عندها بتحتفل بقى بالهانيمون والكلام ده بيروحوا بعض الجزر دي، ده موجود فعلا؟ هل النهارده الجزر دي خطر، بتشكل خطر على الناس اللي ممكن تزورها دلوقتي لو بتكلم في الوقت الحالي؟ هو بالفعل الوقت الحالي لا، لسه الاكستنشن لم يحدث بشكل كبير لان الارتفاع بتاع مستوى البحار يمكن في حدود لسه ال 10 سنتي، لسه ما وصلناش الى المستويات العاليه. احنا بنتكلم على خلال 50 سنه قادمه. لكن اللي يروح دلوقتي يسافر وهو مطمن ان الامر مش هيحدث بين يوم وليله، هو بياخد وقت طويل على ما يحدث. عشان كده هو بس جرس انذار للعالم، العالم لازم يتحرك مش بس حتى من اجل هذه الجزر، من اجل الحياه على كوكب هذا الارض، لان حضرتك تغير المناخ ده بيأثر على الغذاء، بيأثر على الامراض، بيوقف انتشار الحياه بشكلها الطبيعي، بيأثر على النظم الطبيعيه، ده يؤدي الى خلل كبير جدا في النظم الطبيعيه البيئيه، وده هيأثر على حياه الانسان بشكل كبير جدا. فهو ده يعني احنا يمكن بنقول الجزر والمناطق الساحليه هي الاكثر تأثيرا، لكن العالم كله سوف يواجه. عندنا حضرتك بتشوفي فيضانات، بتشوفي
سيول، بتشوفي حرائق غابات في مناطق متعدده من العالم، ما كانش ده موجود في فتره 20 30 40 سنه مضت، وده نتيجه زياده درجات الحراره دكتور بسبب ارتفاع ثاني اكسيد الكربون. افهم بس من كلام حضرتك في النقطه دي تحديدا يا دكتور، افهم من كلام حضرتك انه ده بيحصل في الاماكن اللي فيها تلوثات صناعيه، اللي فيها انبعاثات كربون زايده، لكن الجزر اعتقد ان هي ما فيش الكلام ده موجود فيها، فازاي هتتاثر الى هذا الحد؟ ما يا فندم ده حضرتك كلامك 100% صح. لو تيجي تشوف مثلا حضرتك الجزر مثلا يمكن ان تمثل انبعاثاتها قد ايه، لن تجد اكتر من 2% من انبعاثاتها، لان جزر صغيره ما فيهاش الصناعات الكبيره اللي في الدول المتقدمه دي، ناس بتروح تزورها علشان مناظرها الجميله والغابات والحدائق طبيعي. فبالتالي لكن الحدث عندما يحدث في العالم نحن في قريه واحده، فبالتالي التلوثات دي عندما بتنتقل من مكان لمكان، ودي اللي بتأثر على بتخلي درجات الحرارة على مستوى العالم كله تزيد، وبالتالي الأقل على مستوى سطح البحر هو اللي هيتأثر أكتر من الدول الأعلى على سطح البحر. طيب أنا عايزة بقى أرجع هنا بقى لمصر، يعني هل النهاردة إحنا بيقع علينا أي أضرار بسبب تغير المناخ؟ يعني كنا دايما بنتكلم على تآكل التربة في أو تآكل عامة مصدات اللي قدام الأسكندرية مثلا لو اتكلمنا عنها، هل في أضرار مباشرة ممكن تقع علينا هنا في مصر بسبب طبعا تغير المناخ؟ سؤال حضرتك رائع جدا، إن مصر فعلا بتاخد خطوات استباقية. مصر عملت الخريطة التفاعلية للمناطق الأكثر تأثرا بتغير المناخ، وابتدينا نحدد بالفعل إيه المناطق اللي ممكن تتأثر أكتر من غيرها، وخاصة طبعا المناطق الساحلية زي الساحل الشمالي والبحر الأحمر. وبالفعل إطار التنمية المستدامة اللي عملها مصر وهذه الخريطة التفاعلية خريطة استباقية، حضرتك بتشوف دلوقتي احنا بنحط على مدار 210 كيلو من ساحل البحر المتوسط بنحط مصدات في مناطق معينة قد تكون الأكثر تأثرا علشان نمنع وجود أو دخول المية دي على الشاطئ. عندنا كمان حاجة مهمة جدا، أشجار المنجروف. أشجار المنجروف دي أشجار بتعيش في المياه المالحة جواها، وده مصد طبيعي، ومصر الآن عندها مشروع لإكسار هذه الأشجار المنجروف عشان تبقى مصد طبيعي للمية بدون تدخل بشري على ساحل البحر الأحمر في بعض المناطق. وبالتالي مصر مدركة تماما لهذا الأمر، وبتاخد خطوات استباقية في موضوع معالجة ارتفاع مشكلة المياه وتآكل الشواطئ زي ما حضرتك تفضل. طيب دكتور، بهذه الوتيرة اللي احنا ماشيين عليها دلوقتي واللي ماشي عليها التغير المناخي، هل من المفترض ان هذه الجزر تتأثر خلال قد ايه مثلا؟ خلال يعني من 50 ل 70 سنة، يعني لسه بدأ. لكن هي يعني اقصد ان بالفعل يعني حضرتك الاجيال الحاليه تطمن، يعني الاكستنشن بتاع الميه ابتدى يخش على الشاطئ شويه، بس طبعا لسه لم يحدث التأثير، ويتمنى ان هو ما يحدثش لو العالم ابتدى ياخد خطوات لوقف هذه المشكله. طيب الدول الكبرى غير مستعده، الدول الكبرى الصناعيه غير مستعده لاخذ خطوات جاده، خليني اقول، وده اللي وضح على بعض كان واضح على بعض الدول في مؤتمر المناخ. هل النهارده لو فضلنا على الوتيره دي ايه المشاكل الثانيه اللي ممكن تقع علينا بسبب تغير المناخ؟ يعني احنا شايفين طبعا بعض الجزر ستختفي تماما، ايه كمان يا فندم ممكن نمر بيه او الاجيال الجايه تمر بيه؟ احنا عندنا مشكلة ان المناطق الزراعية هتكون متأثرة جدا بتغير المناخ، وخاصة انتاج المحاصيل الزراعية. عندنا مثلا القمح يقل 9% مع زيادة درجات الحرارة درجة ونص، يقل 18% لو درجة الحرارة زادت درجات على مستوى العالم، وهكذا ايضا كل المحاصيل الرئيسية من الذرة وقصب السكر، وكل المحاصيل سوف تتأثر، وبالتالي سوف يؤثر هذا على الأمن الغذائي في العالم. وبالتالي ده أثر مهم جدا، يعني العالم داخل على المليار 8، فحضرتك بتدوري على غذاء أكتر عشان يغذي العالم، في الوقت نفسه هذه المحاصيل الزراعية بتقل، وعشان كده الدول ابتدت تاخد خطوات شوية في هذه المحاصيل في هذا الأمر. يعني مثلا مصر على سبيل المثال عندها النهاردة ابتدت تعمل تقاوي أنواع جديدة مهجنة علشان تتحمل درجات الحرارة العالية، وتقدر تدي إنتاجية أفضل برضه بخطوة استباقية
في مجال إنتاج الغذاء تقدر تغطي العديد من القطاعات في مجال الغذاء، فده تأثر أو دي نقطة مهمة جدا. دكتور، دكتور عبد المسيح، أخيرا يعني وسريعا أرجوك، هل النهاردة أنا بيقع علي مسؤولية فردية تجاه المجتمع أو تجاه يعني الأرض بشكل عام؟ أكيد طبعا، كلنا في كوكب واحد وكلنا علينا مسؤولية، إذا كانت الحكومة عليها مسؤولية فأيضا الأفراد عليهم مسؤولية الحفاظ على هذا الكوكب. حتى لو أنا يعني لا أساهم، يعني كتير ناس يقول أنا عندي مثلا عربية ولا مصنع أنا مش بلوث، لكن مجرد أنك أنت على الأقل تساهم بخفض مثلا استهلاكك للكهرباء، بخفض استهلاكك للمية، بزراعة شجرة، شجرة واحدة، يمكن فخامة الرئيس عامل مبادرة ال 100 مليون شجرة، احنا 100 مليون يعني كلنا شجرة لواحد. اذا يعني كلنا علينا مسؤولية، الدول والافراد كمان. كل الشكر ليك دكتور عبد المسيح سمعان، استاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ.